السلام عليكم. الصاحب عندما ذكر في القرآن كان يطمئن صاحبه ويقول له لا تحزن، إن الله معنا. لذلك الصديق الحقيقي ليس صديق الخروج واللعب والتنزه، صديق الأوقات الجيدة، وإنما الصديق الحقيقي هو من تجده بجانبك وقت الحزن والقلق والضعف والانكسار. قد لا يتصل بك يوميا، وقد يغيب عنك لفترة، قد لا تجده في جلسات السهر واللعب وقضاء أوقات الفراغ، ولكن تجده أول شخص بجانبك وقت الأزمات والطوارئ والظروف الاستثنائية. يبذل كل ما في استطاعته لمساعدتك وعدم تركك وحيدا حتى تنتهي الأزمة، ويطمئن عليك ويراك سعيدا مبتسما. إذا أردت يوما أن تجلس مع نفسك لتعيد تقييم أصدقائك الحقيقيين في حياتك، تذكر أن هذا الصديق هو من ظل بجانبك في ظروف قهرية كنت تعاني فيها من صعوبة في التعايش معها، كفقدان شخص عزيز أو ظروف المرض أو الحوادث. تذكر من ظل بجانبك في فترة ضعف ويأس وانكسار، وساعدك في التغلب على نفسك وعلى أفكارك اليائسة والتي كان من الممكن أن تضيع معها ويسوء حالك أكثر وأكثر. صدقوني، لا يوجد أصعب من أن يتحمل إنسان صديق له وهو في أسوأ حالاته، ولا يقدر على ذلك سوى صديق حقيقي صادق في الحب ومخلص في الصداقة. وقت المحن والفترات الصعبة هي من تحدد أصدقائنا الحقيقيين. الصديق الحقيقي هو من لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا. الله يحفظك ويحفظك.